عاماني من انتظارهم لمقاعد الدراسة وقاعات العلم، رحلة طويلة بالنسبة لطلاب أجبرتهم الحرب على ترك كتبهم وملازمهم والانشغال بتعقيدات المرحلة وأبعادها السياسية وربما مجريات المعارك وجبهات القتال في أحيان كثيرة. عاد الطلاب في تعز إلى جامعتهم أخيراً، ولكن لم تكن هذه العودة مكتملة، فالكادر المتغيب من المدرسين وأعضاء هيئة التدريس لم يلبي حجم ذلك الإصرار وشغف المعرفة المتجدد عند هؤلاء الطلاب الذين أبعدوا عن جامعتهم مرغمين لوقت طويل، ما أجبرهم مجدداً على الخروج والمطالبة بتفعيل جميع المؤسسات التعليمية في المحافظة خصوصاً في جامعة تعز وعودة الفريق الأكاديمي لاستكمال سير الدراسة فيها. دافع الأساسي لهذه الوقفة أن نلفت انتباه رئاسة الجامعة المتجاهلة لمشكلة حاصلة في الكلية بكافة أقسامها وكلياتها، حيث أنه لا يتوفر كادر تعليمي متكامل. الطلاب طالبوا أيضاً بإيجاد حلول وبدائل لتجاوز الأزمة المتمثلة بغياب كادر التدريس وعودة هذه المؤسسة لطبيعتها، خصوصاً بعد كسر حصار الميليشيا بشكل جزئي على المحافظة منتصف أغسطس الماضي. رئاسة الجامعة خرجت عن صمتها وأكدت أنها مع الطلاب في جميع مطالبهم، ولكن بعد تجاوز تحديات فرضت على الجامعة مؤخرا نتيجة الحرب والحصار على المحافظة. العائق الآن الوحيد هو عدم صرف المرتبات للأساتذة. من خلالكم أدعو جميع الأساتذة إلى الحضور والقيام بواجبهم، نحن في وقت عصيب. هو البحث عن العلم إذن وشق الطريق نحو المعرفة من جديد، فمن هنا مر الموت ذات يوم، ومن هنا اختار طلاب تعز أن تعود الحياة.